نعطي الانطلاقة ل 14 مشروع على مستوى الولاية. هاد 14 مشروع داخلين في إطار تهيئة الطرقات البلدية والولائية، عملية هامة وهامة جدا لأنها تمس حوالي 9 دوائر، 42 كيلومتر سوف يتم إنجازه، مناطق نائية جبلية معزولة. هذه العملية راح تسمح لها فوائد كثيرة. أولا راح تسمح باش المواطنين يتنقلوا ما بين البلديات، النقطة الثانية راح يسمح لهم باش يتنقلوا إلى ولايات أخرى على غيران مثلا ولاية عندفلة اللي هي ولاية مجاورة مباشرة لهم. آخر نقطة هو مسلك سياحي هام وهام جدا في المنطقة، إلا في هذه النقاط هنا 14 كيلومتر و500 يعني مناطق جبلية خلابة، نشوف من جهة غابة ومن جهة أخرى البحر.